هنعمل الاكسبيرمنت تاني اللي هي جلفانيك سيل، بس المره دي بقى مش هنجيب مين كوبر الكترود وزنك الكترود، تمام؟ اهو ده احنا هنا هنعمل ريبليسمنت للكوبر الكترود والزنك الكترود. ادي ده الكوبر والزنك الكترود، هنشيلهم بقى خالص المره دي. هنعمل مين؟ هنعمل تو سولوشنز، بحيث ان في واحد هنا بياكت از الكترود نيجاتيف، واحد تاني بياكت از الكترود بوزيتيف. يعني واحد عنده تندستي تو لوز الالكترون، واحد عنده تندستي تو جين الالكترونز، اللي هو يعني البوتاسيوم بيرمنجانيت مكان الزنك، سوري البوتاسيوم بيرمنجانيت مكان الكوبر، البوتاسيوم بيرمنجانيت مكان الكوبر، والبوتاسيوم ايودايد مكان الزنك. يبقى هنا البوتاسيوم ايودايد هو اللي هيلوز الالكترون وهيوديها لمين؟ للبوتاسيوم بيرمنجانيت. يبقى البوتاسيوم ايودايد مكان الزنك يبقى ده الكترود نيجاتيف، والبوتاسيوم بيرمنجانيت مكان الكوبر يبقى ده الكترود بوزيتيف. هنروح نعمل ايه؟ هنا بقى مش عايز بقى اي الكترودز اكتف، مش عايز لا كوبر ولا زنك الكترود، فانا بالتالي هروح احط اثنين جرافايت. اثنين جرافايت اتفقنا من عمليه الالكتروليسيس بتاعتنا اللي قبل كده ان الاثنين جرافايت دول بياكت از انرت الكترود. احط الاثنين جرافايت في السوليوشن زي ما انت شايف كده، تمام؟ واروح اوصل احط الكهرباء، اشوف طبعا الكهرباء ما بينهم هتطلع ولا لا. اتفقنا ان الاسود هو السورس اوف الكترون والبوزيتيف هو اللي بياخد الالكترون. طبعا لما احط كده مفيش طبعا اي كهرباء هتشتغل. ليه؟ لان التو بيكرز مش كونكتد بمين؟ بالسولت بريدج. اروح اجيب السولت بريدج بتاعتي اللي هي بتبقى عباره عن بوتاسيوم نيتريت، وقلت لك البوتاسيوم نيتريت ده بيبقى عباره عن ماده كده بنعلمها لطلبه الاي 2 كيمستري، مش اي ماده تنفع تتحط فين؟ في السولت بريدج. وادي ده مين بقى؟ اللي هو البوتاسيوم نيتريت اللي هو السولت بريدج بتاعنا. هنبتدي نحطه في البيكر ده اهو، نقرب كده البيكرز لبعضها. هنبتدي احط ده هنا وده هنا بالشكل اللي انت شايفه كده اهو. كده انا حطيت مين؟ ادي السولت بريدج بتاعتي بالشكل اللي انت شايفه. ده معناته ايه؟ معناته ان في ديفيوجن للايونز من هنا لهنا، او الموفمنت بتاع الايونز من هنا لهنا، تمام؟ مجرد ما احط بقى السيركت بتاعتي او احط الفولتميتر بتاعي يبتدي يقرا معايا بالشكل ده اهو. ارى كام هنا؟ 0.6 فولتميتر، 0.6 فولتميتر او فولت سوري بالفولتميتر. ارى معانا كام؟ 0.6 بالفولتميتر بالشكل ده. لو هريفرس هتديك برضو 0.6 بس بالنيجاتيف اهو، 0.6 بالنيجاتيف، تمام كده؟ يبقى انا هنا ممكن اعمل كهرباء بتوين تو سولوشنز، وممكن اعمل كهرباء بتوين تو ميتلز. التو سولوشنز اللي عندنا اللي هو البوتاسيوم ايودايد والبوتاسيوم بيرمنجانيت. البوتاسيوم ايودايد بيلوز الكترون عشان هو عنده ايودايد نيجاتيف، فالايودايد نيجاتيف ده بيلوز الكترون لمين؟ للبوتاسيوم بيرمنجانيت بالشكل اللي انت شايفه ده. يبقى تاني مره برضو اهو كده، لازم المور اكتف مين هنا بقى؟ المور اكتف اللي هو بيلوز الكترون اللي هو البوتاسيوم ايودايد، ده ليس اكتف، تمام؟ يبقى ده بيلوز ده بيجين لما بحط كده. وهنا الوايرز دي طبعا لازم برضو تبع المور اكتف وتبع الليس اكتف. لو انا عكست الوايرز دي تديك 0.6 بالنيجاتيف، لو انا عملتهم كده تدينا 0.6 بالبوزيتيف. يبقى انا كده ماشي صح. يبقى ده هو الانود، ده هو الانود المور اكتف، تمام؟ اللي هو بيلوز الكترون، وده هو الكاثود اللي بيجين الكترون بالشكل ده. يبقى كده الاكسبيرمنت بتاع جالفانيك سيل برضو خلصت، او دانيال سيل او سامبل سيل، دي كلها مسميات ان احنا بننتج كهرباء من تو ميتلز زي الالكترودز كده بالشكل اللي انت شفته، او ممكن انتج كهرباء من بتوين تو سولوشنز. طبعا الالكترودز هون انرت، هنا الالكترودز هنا ايه؟ اكتف بالشكل اللي انت شايفه. وكده الاكسبيرمنت ايه؟ خلصت معاك.